كتير مننا كناس لسه بتتعلم في بداية حياتها المهنية كمجال طبي أو ميديكال فيل، لما بنتواجد في أي مكان سواء المكان ده كان مكان العمل مستشفيات أو أي كان صيدليات مثلا عياداتنا، أو حتى لو إحنا في الشارع في البيت، كتير جدا بنلاقي ناس تبتدي توريك صورة تحليل تقول لك يا دكتور اقرأ لي التحليل ده وشوفه لي كويس ولا لأ. عايز اقول لك في ناس كمان بتحاول تبقى بتختبرك في الموضوع، بتشوف انت عارف ولا هي اوريدي سأله مليون دكتور قبلك، بس محتاجه تشوف انت بقيت كويس ولا عشان يدولك بعد كده ثقتهم او يثقوا فيك. عشان كده هنبتدي نتعلم مع بعض ازاي نقرا التحاليل الطبيه بكل سهوله. بنشوف كتير من الدكاتره لما بتيجي توريها كذا تحليل وبعض تقول لك كده كده كده، بتفر الورق في ثواني وانت مش عارف هو لحق يقرا ده كله ازاي. والصراحة هو بيبص على حاجات معينة في كل ريبورت او في كل تحليل، الحاجات المعينة دي يتخليه يبص في باقي التحليل او لا، وده دورنا اللي احنا هنتعلمه ان شاء الله في الحلقتين اللي جايين، هنتعلم ازاي نقرا التحاليل الطبية بكل سلاسة وسهولة، ازاي تقراها بسرعة، الحاجات اللي تركز عليها، وده هيكون معانا في حلقة جديدة من حلقات ER. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازايكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قعدنا فترة طويلة ما نزلناش حاجة، بقالنا كام يوم، فرجعنا بقى عشان نبدأ نسخن من تاني ونبدأ نشوف الكلام اللي جاي بحلو جدا 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 بإذن الله. زي ما احنا شفنا من شوية ان احنا نبدأ نتكلم على موضوع حلو جدا جدا، هو انك ازاي تقدر تقرأ التحليل الطبية بسهولة وتقدر تركز على الحاجات المعينة وما تتوهش في التحليل وتبقى تقعد تبص على الرقم ده ايه ده، هو انا هبص على ده، طب ده مهم في حاجة، طب ده مش مهم، اللي اركز عليه اللي ما ركزش، كل ده ان شاء الله هنعرفه مع بعض خلال السلسلة دي. عايز اقولك انت دلوقتي هتطلع بكم معلومات رهيبة، يعني مش مجرد انك هتقرا التحليل وبس، ده انا كمان هقولك ان في كيسز كتير جدا، يعني يمكن الاكتر انك لما تقدر تشوف حاجة بوزيتيف موجودة فيها اقولك ازاي تقدر تتعامل معاها، ايه العلاج اللي ممكن تكتبه، هتلاقي نفسك بتديفلوب يور سيلف شوية، المعلومات بتزيد عندك اكتر، الحصيلة العامة تبقى جميلة جدا باذن الله في نهاية السلسلة بتاع الـ ER، سواء بقى ان احنا بنشرح تحاليل طبية او بنشرح بقية الحاجات. انا مش جاي اقول لكم احنا بنعمل التحليل ازاي لان انا مش دكتور تحليل طبيه، فانا بتكلم من وجهه نظر ان انا شخص بقرا تحاليل، انا بقرا تحاليل دلوقتي فعايز اعرف هي فيها ايه. عندنا تحليل كتير جدا جدا، يعني لو قعدنا نعدها للصبح مش هتخلص، فاحنا ان شاء الله كل حلقه هنبدا نمسك حاجه حاجه من الحاجات الموست كومن اللي احنا بنطلبها كتير جدا، وهنبدا باول حاجه عندنا بقى الا وهي اليورين اناليسز. اليورين اناليسز ريبورت اللي هو التقرير بتاع تحليل البول. طيب تحليل البول لما بتبدا تمسكه كده يكتب لك بقى شخص الفلاني السن الفلاني في المعمل الفلاني تحت اشراف الطبيب الفلاني، هيز خلصت من دي كلها، يكتب لك كلمه يورين اناليسيس، واليورين اناليسيس ده يكتب لك فيها شويه حاجات كتير جدا. انا ممسك الورقه اعمل فيها ايه؟ بص تعالى نعرف الحاجات اللي موجوده اصلا في الورقه. لو انت مسكت الورقه من فوق كده هتبدا تلاقي بيكتب لك فيها الاتي، يعني هتلاقي كاتب لك كده حاجه اسمها البيليروبين والاسيتون والشوجر والالبومين والسبيسيفيك جرافيتي، وكاتب لك بقى ان في حاجه اسمها اليوروبايلينوجين والكاسس والاوفا والاربيسيز والابيثيليال سيلز واخيرا البسلز والكريستلز. كل دي حاجات هتلاقيها موجوده. يا دكتور هو انا هقرا ده كله؟ لا طبعا لا خالص. احنا نبدا نتعامل معاها ازاي بقى؟ قال لك هنبدا نشاور اول حاجه على الحاجات المهمه، عشان تبدا تشاور على الحاجات المهمه بص على الورقه من تحت لفوق، ومن تحت كده تالت او رابع عنصر هتلاقيه عندك بيبدا يتكلم على الكريستلز. اتكلم على مين؟ الكريستلز دي اول حاجه لازم تبص عليها، مهمه جدا. طيب الكريستالات دي او الكريستلز ممكن تبقى موجوده باسم تاني اسمها امورفس. اسمها ايه؟ امورفس، يعني بالبلدي هشوف الاملاح اللي موجوده في البول. حلو كده، يبقى اول حاجه اول ما ببدا امسك الورقه ابص من تحت واجي عينيا لمحه كلمه كريستلز او امورفس. الاملاح اللي بتتواجد في البول المفروض ان ليها ثلاث انواع،
يا يكون موجود عندي نوع او نوعين وانا وحظي، يعني كل ما يزيد الانواع كل ما انت بتبدأ تتعب اكتر. مين هما الثلاث انواع بقى؟ اول نوع في واحد اسمه اوكزاليتس اللي هو الاوكزالات، وتاني نوع اسمه اليوريتس خلاص اللي هو املاح اليوريا، وتالت نوع اسمه فوسفرس او الفوسفيتس اللي هي املاح الفوسفات. كل واحده من دي تتميز بحاجات معينه، ولو انا عندي نوع منهم طريقه العلاج بتختلف، وفي شويه احتياطات وشويه حالات كده اكسبشنز هنقولها بطريقه مهمه للغايه، وان شاء الله نستمتع مع بعض. قبل ما ابدا اخش في تفاصيل الاملاح، لما انت تيجي تبص على النوع هبدا اتعامل معاه زي ما هشوف، بس في حاجه مهمه جدا بقى لازم اخد بالي منها، يكتب لك جنب النوع ده حاجه ما بنبقاش فاهمينها قوي، فجه الوقت بقى ان احنا نفهمها يا جماعه. ايه بقى؟ يكتب لك جنب مثلا الاملاح يا اما بلس واحد تمام زائد مره واحده بس، او يكتب لك 2 بلس بالمنظر ده، او يكتب لك 3 بلس بالمنظر ده، او يكتب لك 4 بلس. تمام كده، ده كده اللي بيكتبه. طيب هي البلسات اللي موجوده دي او علامه الزائد العدد بتاعها ده ليه لازمه؟ طبعا طبعا ليه لازمه مهمه جدا. ايه فايدته بقى؟ قالك هو عن طريقه بقدر احدد الفتره اللي هياخد فيها العلاج ليه المريض. يعني المريض هياخد العلاج ده مش عليه مده اسبوع ولا 10 ايام ولا شهر ولا شهرين، ولا هيمشي عليه مده قد ايه. يبقى ايه فايده البلس دي؟ بتحدد لي العيان بتاعي هيمشي على العلاج لمده قد ايه. تعال نشوف ونحط قاعده. اول حاجه البلس واحد دي معناها ان العيان هيمشي على العلاج لمده اسبوع. لمده ايه؟ اسبوع 7 ايام. والبلس 2 او الاثنين بلس معناها يمشي عليه لمده 10 ايام. تمام. والبلس 3 معناها يمشي عليه لمده 2 اسبوع، 2 ويكس او اسبوعين او 14 يوم. واخيرا بقى اللي عنده 4s او 4 بلس سوري، اللي عنده 4 زائد، ده معناه ان كميه الاملاح رهيبه كتيره جدا، فانا بكون خايف لو تكون من كتر كترها كونت حصوات. فبعمل ايه؟ عايز اتاكد قبل ما ادي علاج ان هي ما كونتش حصوات. طب اتاكد ازاي؟ فالنوع ده لازم 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 سعادتك تطلب فيه الترا ساوند خلاص اللي هو سونار. لما تبدا تطلب سونار بقى على الابدومين تبدا تلاقي يقول لك بقى السونار ده هل كون حصوات ولا لسه، طب هكون حبات رمل ولا لسه، وهكذا زي ما هنشوف. يبقى دي مهمه قوي الالترا ساوند تو اكسكلود عشان نبدا نستثني وجود ان في حصوات او لا، لان ساعتها الموضوع هيبدا يختلف في سكه العلاج بتاعي. تعالى نبدا نشوف نوع من الثلاث انواع الاملاح ونشوف ايه الموجود فيهم وايه المميز لكل واحد، ونبدا بسم الله. اول نوع فيهم الا هو الاوكزاليتس. اللي عنده املاح الاوكزاليتس ده اللي هتلاقيه جاي لك العياده بيصرخ، جاي لك العياده من كتر الالم. طيب يا دكتور، والنوعين الثاني من الاملاح ما بيعملوش الم؟ تقريبا لا، ولو بيعملوا بيبقى حاجه بسيطه جدا مقارنه بده. ده حرفيا بيقول لك الاوكزاليتس دي معناها pain. It's very painful يا جماعه، مؤلم جدا هذا الاوكزاليتس خلاص. املاح الاوكزالات دي بقى، واحد انا بصيت في الريبورت بتاعه على كلمه كريستا زي مكتوب كلمه اوكزاليت، اعمل معاه ايه؟ طبعا هبتدي اكتب له على علاج، بس ما ينفعش اكتب في علاج وانا اهدم الاملاح دي وفي حاجه تانية بتبنيها. طيب مين اللي بيبني الاملاح دي؟ بعض الاكلات اللي انا باكلها بيبقى فيها الاملاح دي او النوع ده من الاملاح بكميه كبيره جدا. طيب ايه بقى الاكلات او ايه اللي انا عامله مع العيان؟ رقم واحد لازم تنصحه انه يبعد عن الاكلات اللي فيها النوع ده من الاملاح. رقم اتنين اكتب له على العلاج. طيب ايه الاكلات بقى؟ رقم واحد الحوادق، اي حاجه حادقه. الحوادق يا جماعه فيهم هم الثلاثه، ثلاث انواع ماشي موجودين في الحوادق عموما. يبقى رقم واحد يبعد عن الحوادق. اتنين يبعد عن حاجتين حمر، الطماطم والفراوله خلاص. طيب رقم ثلاثة يبعد عن حاجتين مسكرين، المانجا والحلاوه اللي هي الطحينيه. الحاجات الاربعه دي بيبقى فيها املاح الاوكزاليت بكميه ايه كبيره، فما ينفعش اكتب لك على العلاج وتجيلي بعد اسبوعين ولا حاجه وبعد مده العلاج اللي انا قلت لك تمشي عليها وتقول لي يا دكتور انا خدت العلاج ومشيت وعملت يا دكتور وما خفتش. اقول لك طيب انت كنت بتاكل كذا؟ اه دكتور ده انا ما كنتش بص بعرف كل يوم لازم اكل مانجا. طب ما هو يا بابا لازم يحصل الكلام ده، ما انت اللي انت بتهدمه بتبنيه تاني، الاملاح بتيجي منها تاني. فابدا احذره من الاربع انواع اطعمه دول، فهتلاقي مكتوب لك هنا موانع الاكل خلاص، والجدول ده لامم لك الموضوع كله بطريقه لطيفه جدا 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 باذن الله تستفاد بيها. طيب قلنا له على الاكل خلاص ابدا التزم بيه، نكتب له على علاج ايه بقى؟ العلاج اللي بيبدا يعالج الاوكزاليت فيه فوار اسمه سيتروسيد ماجنيسيوم بلس.
سيتروسيد ماغنيسيوم بلس اه ده اسمه كده، تلاقي علبه بيضه كده وعليها خطوط زرقاء زي الموجوده في الصوره كده. طيب او فوار تاني اسمه ايبي ماج، اسمه ايه؟ ايبي ماج. يبقى يا اما سيتروسيد ماغنيسيوم بلس يا اما ايبي ماج، ومفيش منهم تركيزات يعني، هم اسمهم كده. ودول عباره عن فوارات بيتاخدوا امتى بقى؟ لك يتاخدوا 3 مرات في اليوم معايا اهو، 3 مرات في اليوم، 3 في 1، مره مع وجبه الفطار، مره مع وجبه الغداء، مره مع وجبه العشاء. طب يتاخدوا قبل ولا بعد الاكل؟ قال لك دول بيتاخدوا بعد. كل الادويه اللي احنا هنتكلمها النهارده ان شاء الله بيتاخدوا بعد، ما عدا بعض الادويه القليله جدا هيتاخدوا قبل، وهنعلمهم مع بعض بطريقه سهله ان شاء الله. يبقى ده كده بالنسبه للعلاج بتاع الاوكزاليتس او الاملاح اللي هي اوكزاليت. طيب في بقى حاجه مهمه جدا، يقول لك افرض الشخص ده كان عنده مثلا مشاكل حموضة، عنده حاجة اسمها جاسترايتس، او عنده انال فيشر اللي هو شرخ شرجي، او عنده بايلز بواسير. العيان ده لما تيجي يعمل تحليل بول لانه كان بيشتكي من جنبه بيوجعه، وليت انت املاح الاوكزاليت، ما تكتبلوش على سيتروسيد، لانك لو كتبتله على واحد من دول هيجي لك بعد كام يوم، يومين ثلاثة، يا دكتور انت قومتلي الالم اكتر من الاول، انا ما عدتش، ويبطل العلاج. طب ليه حصل معك كده؟ عمل حاجة؟ قالك لان السيتروسيد ماجنيسيوم بيبدا، هم اصلا دول بيعملوا الم، يعني اللي عنده بواسير او جاسترايتس او عنده انال فيشر تلقائي عندهم الم، السيتروسيد ماجنيسيوم بيزود الالم بتاعهم، يعني فاهم قصدي، بيهيج الالم عندهم، فما ينفعش. فاخد ايه بقى؟ حاجه ما تتعارضش مع الثلاثه دول. طيب ايه بقى اللي ممكن اخده؟ قالك بناخد فوار كده بيبقى برود سبيكتروم، بينفع مع كل انواع الاملاح الثلاثه، خلاص، اسمه بروكسيمول. اسمه ايه؟ بروكسيمول. بروكسيمول فوار. يبقى بناخد حاجة اسمها ايه؟ اسمها بروكسيمول، وهذا البروكسيمول بيبقى فوار. باخده قد ايه؟ نفس التاني 3 مرات في اليوم بس قبل الاكل. عشان ما تنساش بقى، افتكر كده كلمة بروكسيمول اولها برو، وبرو او بري معناها قبل، خلاص عشان ما تنساش. يبقى بروكسيمول بيتاخد 3 مرات قبل الاكل، وده اول واحد من اللي احنا هنقولهم بيتاخده قبل الاكل، تمام؟ ما عدا يعني طول ما انا ما بقولكش ان في واحد هيبقى قبل الاكل، كل الباقي كله هيبقى بعد بعد بعد. اتمنى يكون الموضوع كده واضح. طيب في حاجه مهمه هنا بقى جدا، املاح الاوكزاليت من الحاجات المهمه جدا اللي بتساعدني، اللي بيساعدني فيها تحليل البول اني استبعد زايده. تخيل كده مثلا العيان ده عنده الاملاح الموجوده دي في الجنب اليمين، خلاص، في الكلى اليمين ونازله في الحالب وهكذا، فجنبه اليمين قايم عليه. انا بقى عايز اعرف هو اللي عنده ده الوجع بسبب انها زايده، الزايده في اليمين، ولا بسبب ان ممكن يكون املاح هي اللي عامله له المشكله. اعمل تحليل بول معايا، يعني اي واحد جاي لك برايت، خلاص، الياك بين في المنطقه دي، اعمل تحليل بول. طيب تحليل البول ده لو انت لقيت فيه كلمه كريستالز قدامها يوريتس مفيش حاجه، قدامها فوسفيتس يبقى مفيش حاجه، يبقى الوجع ده مش بسبب الاملاح. لو لقيت قدامها اوكزاليت يبقى دي مش زايده، دي املاح معايا، يبقى الوجع ده غالبا بسبب الاملاح مش الزايده. انما لو كان نوع الاملاح الموجود يوريتس او فوسفيتس، لا، الوجع ده غالبا هيبقى جاي بسبب الزايده. وصل كده؟ يبقى مهم قوي، بتساعدني ان انا ممكن اكسكلود بيها او اشخص الزايده ايا كان او استبعدها. طيب ده كده بالنسبه للنوع الاولاني. النوع الثاني من الاملاح اللي هو اليوريتس. اليوريتس ده اللي هو املاح اليوريا، ده بنقول عليها الاملاح اللي بتيجي للناس الاغنياء. ليه بقى؟ لانها بتبقى موجوده في اللحوم وزي الحاجات اللي احنا نقولها دلوقتي. طيب انت بصيت على تحليل بتاع العيان اليورين اناليس بتاعه، بصيت على كلمه كريستالز قدامها يوريتس، يبقى ده املاح اليوريا. انصح العيان بايه؟ اكلات معينه يبعد عنها ويلتزم بالعلاج اللي هكتبه له. طيب ايه سعادتك الاكلات اللي ممكن يتواجد فيها يوريتس؟ بص معايا، رقم 1 حوادق، لان انا قلت لكم ان الحوادق بيبقى في موجود فيها الثلاث انواع من الاملاح، يبقى في اي نوع من دول لازم يبطل حوادق. 2، في الاكل الغامق والشرب الغامق. يعني ايه الاكل الغامق؟ اللحمه الحمراء، اللحمه بتاع اللي احنا بناكلها، اللحمه، خلاص، من 150 جنيه دي. طيب او ايه تاني؟ الكبده برضو غامقه. او ايه تاني؟ لحم البط. او ايه تاني؟ الطحال، في ناس تاكل طحال، سبلين. طيب عظيم جدا. ايه تاني؟ يبقى كده ممكن عندي الحوادق والاكل الغامق. قال لك او الشرب الغامق. قال لا، هو في شرب غامق؟ اه طبعا، الشاي والقهوه والنسكافيه والكوكاكولا، الكلام ده حاول يقلله قدر الامكان. طيب ايه تاني غير الاكل الغامق والشرب الغامق؟ قال لك اللب والسوداني. اللب والايه؟ والسوداني، مهم جدا يبطلهم لان يبقى فيهم نسبه املاح يوريتس كتيره.
طيب تعال بعد كده بقى نبدا نشوف اكتب له على العلاج. الراجل قال لك ماشي يا دكتور نلتزم بالاكل، ايه بقى العلاج؟ ساعتك الروشته اللي تكتبها لي. بنبدا نكتب له بقى، مش هو الاملاح اسمها هيوريتس؟ يبقى العلاجات كلها بتبتدي بحرف اليو عشان ما تنساش. فنلاقي الاملاح بتاعتي عباره عن ايه؟ يورو سولفن، خلاص مشهور جدا، مشهور قوي 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 هذا اليورو سولفن، بيبقى فوار ساشي. طيب الساشي ده اللي هو اليورو سولفين، اليورو سولفين ده باخده قد ايه؟ بص كده، احنا قلنا ان في نوع لحد دلوقتي بتاخد قبل الاكل اللي هو البروكسيمول. كل العلاجات بتاع اليوريتس بتتاخد قبل الاكل، يبقى البروكسيمول والعلاج بتاع اليوريتس بيتاخدوا قبل الاكل ما عدا ذلك بيبقى كلهم بعد الاكل. طيب مين بقى العلاج بتاع اليورو سولفين؟ باخد قد ايه بقى؟ قال لك 3 مرات في اليوم قبل الاكل. في احيانا بعض الناس بتشتكي بقى من اليورو سولفين ده، بتقول لك ان طعمه وحش قوي ما بتقدرش تحمله، فممكن ناخد حاجات طعمها احسن شويه وتشتغل برضو على اليوريتس زي اليور ايد او زي حاجه تاني اسمها اليوريفين. تقريبا مفيش بيت ما شافش النوع ده من الفورات. يعني انا مثلا كان والدي كتير، انا شخصيا كنت بلعب موضوع الاملاح ده فكنت باخد فورات، فانت هتلاقي نفسك مفيش بيت بياخد الموضوع ده، فلازم تكون خبطت في اي علبه علاج من دول. فمهم جدا انك لازم تكون عارف الكلام، كلام بسيط يعني البيزك اللي لازم تكون عارفه، ما ينفعش تبقى في ميديكال فيلد وما تعرفش حاجات زي كده. طيب ده العيان وعلاجه. افرض ده عيان جالك بيشتكي خلاص وعمل تحليل البول وانت بتبص لقيت النوع الاملاح الكريستالز موجوده يوريتس، وجالك يا دكتور انا بيبقى عندي وجع في المفاصل. يعني المشكله الاولى لما عالجته باليورو سولفين او اليور ايد او اليوريفين كانش فيه وجع في المفاصل، ممكن يكون فيه شويه حرقان في البول ولا حاجه وخلاص، ما فاهم قصدي. طيب افرض بقى الشكوى ضاف معاها ان في وجع في المفاصل، صابع بقى رجليه، صابع ايديه عند كعب رجليه وهكذا، في الشعر يا اولاد صابع ايديه صابع رجليه عند كعب رجليه الله عليه. المهم هعمل ايه؟ كاميرا وانا وخلاص، افتكروا ما تنسوش ان انا يعني بشرح وبقول شعر وبقلش، مهم جدا ثلاثة شين يا جماعه. طيب لو هو بقى معاه وجع في المفاصل اعمل ايه؟ اطلب سيروم يوريك اسيد، انك تبدا تقيس نسبه اليوريك اسيد في الايه؟ في الدم. حتى بيسموها كده يعني في الدارج في العام يقول لك تحليل نقرس في الدم. ايه النقرس ده؟ ما هو النقرس يا جماعه اللي هو الجوت بيبقى اعتماد على حاجه اسمها اليوريك اسيد، حمض اليوريك، صح؟ فاليوريك اسيد زايد في الدم هيبقى السيروم يوريك اسيد زياده، ولو قليل هيبقى طبيعي. طيب هو الطبيعي بتاعه كام؟ عمل التحليل، انت قول للراجل ده عندك سيروم يوريك اسيد عالي او انت كده طبيعي زي الفل ما قلقش منك. قال لك بص، لو العيان ده ميل او فيميل، الميل ما يزيدش عن 7 والفيميل ما تزيدش عن 6 ملي جرام لكل دي سي، ده النورمال فاليو، 7 فاقل 6 فاقل ميل وفيميل. طيب لو انا بقى لقيت ان هما اقل من القيم دي يبقى خلاص همشي على العلاج اللي انا كنت كاتبه ده. طيب لو لقيت ان هما فوق السبعه والسته على حسب ميل ولا فيميل، هنبدا بقى نديله علاج تاني خالص، هنديله حاجه اسمها زيلاريك. اسمها ايه؟ زيلاريك. اسمها ايه؟ زيلاريك. الزيلاريك ده منه تركيزين 100 و300. لو هو عنده يوريك اسيد عالي هنبدا نديله زيلوريك اسيد، سوري اسمه زيلوريك 300، شوف عشان يوريك اسيد زي. طيب يبقى نديله زيلوريك مين؟ زيلوريك 300. الجرعه بتاعته قد ايه بقى؟ قال لك ده بياخد قرصين مره واحده بعد العشاء لمده قد ايه؟ قال لك لمده تقريبا حوالي شهر. تمام؟ يعني ايه قرصين قبل، يعني ايه قرصين عند العشاء ده؟ بص يا سيدي، قرصين مره واحده بعد العشاء. هو ده اي نعم يوريتس، وانت قلت العلاج بتاع اليوريتس كلها قبل الاكل صح؟ ما عدا لو انا عندي سيروم يوريك اسيد عالي، صح؟ ساعتها هبدا اخد ايه بعد الاكل؟ حاجه اسمها زيلاريك. طيب المفروض ان انا باخده قرصين مع بعض، يعني اجيب القرصين كده اخدهم امتى؟ بعد العشاء. ليه يا دكتور مش قرص مثلا بعد الفطار، قرص بعد العشاء، قرص كل 12 ساعه؟ قال لك لان من ضمن الاعراض الجانبيه بتاعته انه بيسبب نوزيا، بيخلي الانسان نفسه غم عليه، فبدل ما ياخد قرص الصبح يفضل طول النهار نفسه غم عليه، ياخد قرص بالليل يفضل طول الليل نفسه غم عليه، بيبقى نفسه غم عليه فتره واحده بس ويستريح الفتره الثانيه، صح؟ فنبدا نديله القرصين مره واحده، خلاص القرصين في مره واحده بعد الايه؟ بعد العشاء، ويستمر كل يوم لمده قد ايه؟ قال لي لمده شهر. ده بالنسبه لموضوع الزيلوريك. في بقى ملحوظه مهمه جدا جدا جدا، هذا الزيلوريك لو عيان مريض كلى ممنوع انه ياخد زيلوريك، ممنوع منعا باتا. طب يا دكتور هنعمل ايه؟ يعني الراجل عنده يوريك اسيد عالي، خلاص ندي بقى بديل ليه. البديل بتاع الزيلوريك في دواء اسمه الوبين، دي كلها خلاص عباره عن ادويه. الالوبين ده بندي قد ايه بقى؟ قال لك بنبدا نديه في عيان الكلى نفس الجرعه بتاع ده بالظبط، ده مش فورات ده قراص يا جماعه. يبقى الزيلوريك قرصين مره واحده بعد العشاء لمده شهر، ده برده
الالوبين بس في عيانين الكلى اللي مش هيعرفوا ياخدوا دول. وده على فكره بيكتبوه دكاتره البطنه كتير، يعني بنحبه اكتر من مين؟ من الزيلوريك، لان الزيلوريك ممكن يبقى فيه مشكله في الايه، في عيانين الكلى، انما ده ما فيهوش مشاكل، فاكتبه الاول وريح نفسي. يبقى الالوبين بيديه في عيانين الكلى بنفس جرعه الزيلوريك اللي هو عباره عن قرصين بعد العشاء لمده ايه؟ لمده شهر. في ملحوظه بقى صغيره قد كده، قال لك سواء كنت هتاخد الزيلوريك او الالوبين لازم تدي، مش هناخده لمده شهر، في اول 5 ايام من الشهر تدي معاهم حاجه مضاده للالتهاب، زي مثلا حاجه اسمها كولشيسين. ليه بقى؟ هو احنا مش عايزين نقلل اليوريك اسيد؟ فهنبدا نكسره وندوبه. عمليه تكسير اليوريك اسيد ده وتدويبه هينتج عنها انفلاماتوري ريسبونس، استجابه، خلاص يحصل انفلاميشن، التهاب، فممكن الوجع اللي كان في مفصله يزيد. فالعيان يجي لك يا دكتور انا خدت العلاج من هنا وجع فصل زاد اكتر، يخرب بيتك انت عملت فيا ايه؟ ويفضل بقى يجيب من الشام المغرب. طب وليه ده كله؟ اعمل ايه بقى يا دكتور؟ تدي معاه حاجه مضاده للالتهاب زي الكولشيسين لمده 5 ايام، اكون ضمنت ان انا عديت المرحله بتاع الانفلاميشن او الالتهاب اللي ممكن يحصل، اللي هي بتحصل مع تدويب الايه، اليوريك اسيد، واكمل بقى باقي الشهر ال 25 يوم بتاعي اكملهم عادي القرصين اللي هم بيتاخدوا بعد العشاء. صعب هذا الكلام؟ كده قلنا ملاحظه مهمه على هذا. يفضل ماشي على العلاج لمده شهر مع ضابط اكله. ظبط اكله يعني يبعد عن الحاجات اللي احنا قلنا عليها بقى، اللب والسوداني، الشرب الغامق والاكل الغامق والكلام اللي احنا قلناه ده كله. طيب ظبط اكله بعد شهر يوقف العلاج ويستنى شهر مع تظبيط الاكل. شهر يعني انا اخدت العلاج وكملت شهر، النهارده وقفت العلاج، استنى شهر وبعد الشهر ده اروح اعمل يوريك اسيد تاني واشوف. لو انا لقيته رجع طبيعي قل او اليوريك اسيد ما قلش، عندي احتمالين. لو هو قل يبقى اليوريك اسيد اللي كان موجود في دمه كتير ده كان بسبب الاكل، فلما بطله وخد العلاج الدنيا بقت زي الفل، هيوقف العلاج مش هيمشي عليه تاني. طيب لو هو عدى الشهر وجه عمل التحليل تاني فلاقي اليوريك اسيد لسه عالي، يعمل ايه بقى؟ ده معناه ان جسمه اصلا قابل لتكوين يوريك اسيد كتير جدا، او ان جسمه بينتج يوريك اسيد كتير جدا، عشان كده ساعتها لازم يفضل يكمل على العلاج اللي هو الزيلوريك. طيب لو كمل على العلاج بقى ياخده بنفس الجرعه اللي هي 300؟ قال لك لا، ساعتها بقى يبدا ياخد ايه؟ التركيز اللي هو 200، احنا قلنا في 300 و100، هياخد بقى 100 بس يعمل ايه؟ يعني بدل ما القرصين مثلا بيعملوا 100 انا هاخد 200، فاهم قصدي؟ حلو جدا، بدل ما كان بياخد 300 هيبدا يقلل الجرعه ل 200، ال 200 ده يفضل ماشي عليها ويعمل بعد كده تحليل فول اب، يتابع، لو لقى مستوى اليوريك اسيد بيقل يبدا يقلب على التركيز ال 100، يقلل معايا ويفضل ماشي بعد كده على تركيز ال 100 على طول. بس ده العيان ده يفضل ماشي عليه على طول، خلاص. ده بالنسبه ليه؟ الزيلوريك. قلنا لو عدت عنده مشكله في الزيلوريك ياخد ليه الالوبين. كده قلنا كل حاجه عن اليوريتس. النوع الثالث والاخير اللي هو الفوسفيتس. الفوسفيت دي بتتميز ان هي املاح ناعمه. يعني ايه ناعمه بقى؟ يعني ممكن تكون على الانسان وما يحسش بيها اصلا، وده الغالب اللي بيحصل. طب بيكتشفها ازاي؟ باي اكسيدنت، بالصدفه خالص، عيان كده بيطمن على نفسه فبيعمل تحليل بول فلقى فيه فوسفيتس، تمام. طب هو ايه بقى اللي بيعمل اصلا فوسفيت؟ ايه سبب تكوينها؟ موجوده في الحوادق عادي جدا. طب ايه سبب تكوينها؟ بتتكون دي في جسمي. المفروض ان الوسط البيئي بتاع اليورين بيبقى وسط حامض الطبيعي. لو الوسط قلوي ده بيساعد على تكوين املاح فوسفيت، بتعمل ممكن بعد كده مشاكل، بس دلوقتي لا، هي لسه قليله، فانا عايز ابدا الحقها. هي بتتكون بسبب الوسط البول بقى قاعدي الكلاين، اخليه انا وسط حامضي، يبقى احمض البول. مش احمر يا جماعه، احمض من تحميض يعني حمض، خلاص. احمض البول يعني اعمل له اسيديفيكيشن اوف يورين او يورين اسيديفيكيشن. ازاي بقى؟ ادي مثلا حاجه اسمها فيتاسيد. فيتاسيد ده عباره عن ايه؟ فيت اللي هو فيتامين واسيد، صح، اللي هو بيعمل حمض يعني. ده عباره عن فيتامين سي، وفيتامين سي يا جماعه اسمه اسكورب، ماشي، الاسكوربيك اسيد حمض ولا لا؟ صح. يبقى فيتاسيد ده فوار. الفوارات بقى او الفيتامينز عموما يا جماعه كلها بتتاخد بنفس الطريقه. ازاي؟ مره واحده بعد الغداء، مره واحده في اليوم بعد الغداء، ده الفيتامينز اللي الجسم بياخدها. فاذا علاج العيان ده ياخد فيتامين سي اسمه فيتاسيد، فيتاسيد سي، بياخد مره واحده قرص في اليوم بعد الغداء، واحد في واحد قرص في اليوم الواحد. صعب هذا الكلام؟ اعتقد الموضوع بسيط جدا جدا جدا. نبه على العيان هنا حاجه مهمه جدا، العيان ده غالبا لما بيروح بعد كده يشتري علاج من الصيدليه تلاقي اللي باع له الدواء هناك يقول له ايه بقى؟ خلي بالك انت بتشتكي من ايه الاول؟ يقول له كان عندي املاح في البول وكده، يقول له املاح في البول؟ الدكتور كاتب لك على فيتامينز،
يقول له ايه فيتامينز، يرجع لك بقى دكتور انت كده على الفيتامينات انا مش محتاج اتقوى. لا لازم انت ساعدتك قبل ما بيروح لما بتكتب له عليك تفهمه، قول له انا كاتب لك على فيتامين بس الفيتامين ده هو اللي يبدا يصلح المشكله بطريقه فلانيه. فمهم جدا الموضوع ده. ده بالنسبه لاملاح الفوسفات. تعال بقى ناخد شويه ملاحظات عشان نبقى خلصنا كده من الكريستالز اللي هو الجزء الاساسي بتاعنا. الملاحظه الاولى، افرض انت بصيت في خانه الكريستالز لقيت مكتوب عندك بقى يوريت اوكساليت معايا كده، ومكتوب لك مثلا اليوريت موجود بلس واحد والاوكساليت موجود بلس ثلاثه، تعمل ايه؟ هتدي بقى للاوكساليت تدي له السيتروسيد مغنيسيوم بلس وتروح تدي لليوريت اليور سولفر؟ يعني هتدي للفورين؟ لا ممنوع، لان واحد اليور سولفر مثلا يعالج النوع بتاعه يزود الثاني، والفوار اليور سولفر يعالج النوع بتاعه يزود الثاني، فما ينفعش. فاعمل ايه بقى؟ اخد الفوار اللي كان بيبقى برود سبيكترم ينفع لكل انواع الاملاح، الا وهو برافو عليك البروكسيمولي، وجرعته معروفه تاخد 3 مرات في اليوم، 3 مرات في اليوم 3 في 1 قبل الاكل، كان من حاجات البرو برو برو بروكسيمول. طيب لحد امتى بقى؟ بص يا سيدي، تخيل مثلا انا عندي واحد من العلاجات موجود قدامه بلس 1 وواحد من سوري من الاملاح وواحد تاني قدامه بلس 3، اخد البروكسيمول لمده قد ايه؟ على حسب اللي قدامه زوائد اكتر، يعني قدامي واحد 3 اخد على حسب الثلاثه. طب الثلاثه ده اللي قدامه 3 بلس ياخد العلاج لمده اسبوعين، افضل اخد البروكسيمول بالجرعه دي لمده اسبوعين، اجي بعد الاسبوعين اعمل تحليل بول تاني لقيت املاح اختفت زي الفل. طب لقيت نوع واحد اختفى والتاني لسه، يبقى خلاص اسيب البروكسيمول واخد بقى النوع السبيسيفيك ليه هذا النوع من الاملاح. يعني مثلا اتبقى اليوريتس يبقى ابدا اخد يوروسولفين او البدائل بتاعته، اتبقى مثلا الاوكساليت اخد السيتروسيد مغنيسيوم بلس بتاعه. تمام، ده كده لو في نوعين من الاملاح. الملحوظه رقم 2، افرض العيان بتاعي لقيت عنده 4 بلس، يا نهار ابيض، اتفقنا ان احنا نعمل له بقى الترا ساوند صح، نعمل له سونار. طيب خلي بقى السونار انا ما بعرفش يعني ابص في الاشعه اعمل ايه، تحتاجش خالص، هتبدا تطلب العيان الريبورت التقرير اللي جاي مع الاشعه، وما تفضلش بقى تفضل تقرا كتير كده يقول لك الكدني مش عارف حجمها ومقاسها كذا ونورمال، بشيلك من الكلام ده كله بقى، هات كده اخر سطر في الورقه اكتب لك كلمة conclusion، ده لو الورقة فيها مشكلة، لو هو عنده مشكلة ما. conclusion معناها التلخيص اللي أنا عايزك تطلع منه الحاجة البوزيتيف اللي عنده. تبدأ تركز في وجود كلمة من اتنين، يا كلمة ستون اللي هي حصوة، ستون حصوات، أو كلمة gravels. طيب لو ليه كلمة ستون معناها إن هو عنده حصوات، تعملش معاه. ده هو كورونا يا دكتور؟ لأ. بس ده تبعته لدكتور المسالك، لازم دكتور المسالك يتعامل مع حصوات. طب لو ليه كلمة جرافلز؟ ايه جرافلز دي بقى؟ تسمعها كتير جدا، انا كانت عندي يعني كان عندي حوالي 6 جرافلز في الكدني، 4 هنا و2 هنا، والله فالموضوع عايز اقول لك شائع، موست كومن جدا، في أي سن بتلاقيه. طيب الجرافلز دي معناها إن في حصوات صغيرة لسه هتبقى حصوة كبيرة، عارف اللي هو يلا حصوة في عيني لما يتسمع. بص كده معايا، الحصوات الصغيرة دي بتبقى عاملة زي حبات الرملة. لسه قدامها شويه وتبقى حصوه وتبدا تضايقك اكتر، بس بتوجع على فكره. الحصوات دي اعمل يعني عباره عن ايه بقى؟ قالك بيسموها رمل على الكلى، هي عباره عن املاح صغيره جدا يعني ها شويه هتبقى بعد كده حصوات، هي دي الجرافلز. طب انا لو لقيت عنده جرافلز اعمل ايه؟ تديله علاج اسمه، ركز كده معايا بقى، سيستون. اسمه ايه؟ سيستون، ده تابلتس اقراص. السيستون ده تلاقي علبه كده فيها 100 قرص، بياخد 3 اقراص في اليوم، 3 اقراص في اليوم لمده شهر. امتى بقى؟ قبل الاكل. بياخد 3 اقراص في اليوم بعد الاكل لمده شهر. ده بالنسبه للسيستون. وندي معاه واحد من 3، يعني عندي 3 ادويه ثانيه، ادي منهم واحد مع السيستون. يا اما ادي دواء اسمه يورينكس، يا اما على وزنه رواتينكس، يا اما في دواء تاني اسمه كيلاجون. يبقى يا اما ده او ده او ده، اي واحد منهم الثلاثه اديه مع الايه؟ مع السيستون. صعب هذا الكلام، وبنفس الجرعه يتاخد 3 مرات في اليوم بعد الاكل لمده شهر. ده لو العيان عنده
جرافلز. نبه على العيان بقى وانت بتكتب له العلاجات دي، العلاج ده هو عايز يعمل ايه؟ ينزل الجرافلز في البول. تفتكر بقى وهي نازله مثلا في الحالب وهي عماله تحك في الحالب، عارف انت كده لما انت مثلا تكون حاطط ايديك جواك خربشك فتيجي ساحب ايديك بتكش بتبعد عن الخربشه دي، طيب ما هو الاملاح دي الجرافلز نازله تحك في الايه، في اليوريتر او الحالب، فتلاقي الحالب يقفش فيجي لك مغص على طول، سبازم خلاص سميها يوريتريك سبازم، خلاص سبازم ده معناه انقباض، فيجي لك مغص كلوي بيبقى مقرف جدا ووحش قوي، وربنا يعافينا ويعافيكم تمام كده. يبقى مهم قوي ان مع العلاجين دول ابقى متوقع العيان ده يشتكي من جنبه، عشان كده اقول له لو حسيت بمغص ولا حاجه بكتب له على حقنة بقى اسبازموفين، اسمها ايه؟ اسبازموفين، ده عشان خاطر المغص اللي بيجي نتيجه ان الجرافلز اتجرح في الحالب ولا حاجه. الاسبازموفين ده بياخد حقنة عضل اي ام مرتين في اليوم، يعني مره كل 12 ايه؟ مره كل 12 ساعه. ده بالنسبة للملحوظة التانية اللي احنا قلنا عليه، فبياخد الاسبازموفين مرة كل 12 ساعة مرتين في اليوم، ويفضل ان الحقنة دي بتتشال في التلاجة، يعني لو انت جايب كذا امبول ولا حاجة الامبولات دي بتتشال في ليه في التلاجة عشان اعرف برضو. مسكت ورقة التحاليل، خلصت من الايتم اللي اسمه كريستالز، قلتلك لو في النوع ده من الاملاح هعمل ايه، ولو هنا او هنا هعمل ايه. تبص بعد كده بعد ما خلصت خانة الاملاح تبص على الخانة اللي اسمها البصلز او خلايا الصديد، ادي تاني يا سيدي نوع. هي ايه البص سيلز دي او الخلايا الصديديه دي؟ دي بتبقى عباره عن وايت بيسيز، خلايا مناعيه خرات الدم البيضاء بتبقى راحت للمكان بتاع اليورينري تراكت او القناه اللي هو الجهاز البولي عموما، سواء بقى في اليوريتر او البلادر او اليوريثرا قناه مجرى البول ايا كان، ويبقى هناك في انفكشن بكتيريا فيبتدي تهاجم هذه الوايبسيد بكتيريا، ونتيجه الهجوم والمعركه دي تبقى عباره عن خلايا ايه صديديه. فكون ان في باص سيلز معنى كده ان ساعتك عندك يورينري تراكت انفكشن، عندك عدوى في الجهاز الايه البولي. طيب المفروض نورمال، هل في باص سيلز ممكن تلاقي من 0 ل 5 تمام، ويكتب لك بير لكل اتش بي اف. انا الصراحه كنت زمان صغير ضروري ايه هي الاتش بي اف دي، يعني هاني بيومي فؤاد مثلا ولا ايه، يعني مش عارف عباره عن ايه، يعني ما بقلش انت عارف انا ما بحبش هتقعد يقول لي اوف وما اوفش. فهو البصلز دي المفروض ان هي تبقى موجوده لكل هاي باور فيلد، لان الحاجات دي المفروض بتتفحص تحت الميكروسكوب. طيب هتلاقي حتى بكتب لك كاتبهم لك كده تحت عنوان حاجه اسمها مايكروسكوبيك بيكتشر، طيب او اليمنتس. يبقى البصلز النورمال بتاعها من 0 ل 5، افرض ان انا لقيتها اكتر من 5 بس اقل من 50 او اقل من 100، ده بقى تبدا معناها انه عنده بكتيريا الانفكشن صح، وبكتيريا الانفكشن يعني اكتب له مضاد حيوي انتي بايوتيك. ايه بقى الانتي بايوتيك اللي ممكن اديه مع هذا؟ بص يا سيدي احنا بندور على نوع البكتيريا اللي موجوده. طيب هو ايه النوع الموجود؟ بص يا سيدي في تجميع كده البكتيريات بقولها لكم ان شاء الله في حاله من الحالات، عامل لكم حلقه عن انتي بايوتيك خرافه حلوه جدا. بيقول لي ان مثلا الجرام نيجاتيف الاقي فين في الجسم، والجرام بوزيتيف بكتيريا الاقي فين في الجسم. الجرام نيجاتيف والبوزيتيف دي انواع بكتيريات بلها خصائص معينه بناخدها في المايكرو. النوع اللي بيبقى موجود عندنا في الجهاز البولي اسمه جرام نيجاتيف. جرام ايه؟ نيجاتيف. جرام نيجاتيف بس الله، البكتيريا دي مالها؟ هدي انتي بايوتيك ينفع معاها، اللي هو مين بقى؟ واحد اسمه سيبروفار. اسمه ايه؟ سيبروفار، فرق او قطه مش فرق. السيبروفار الانتيبيوتيك ده بقى ليه ثلاث تركيزات 250 و500 و750 كل واحد استخدام، اكتبهم عندك لو عايز. ال 250 بنستخدمه مع المسالك البوليه حاله زي دي يو تي اي او يورينري تراكت انفكشن، ال 500 بنستخدمه مع النزلات المعويه، وال 500 نزلات معويه شعر، وبعد كده رقم 3 750 بنستخدمه مع تايفويد. طيب ده بالنسبه لو هو اكتر من 5 بس اقل من 50 او اقل من 100. لو هو اكتر من 100 وبعض الكتب تكتب لو اكتر من 50، معنى كده ان انا لازم 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 اعمل حاجه اسمها مزرعه بول، بعمل حاجه اسمها كالتشر اند سنسيتيفيتي لليورين. ايه بقى مزرعه البول ده؟ المفروض ان انا عارف دلوقتي ان البول فيه بكتيريا صح، فباخد عينه البول واجي جايب طبق، مش الطبق اللي احنا بناكل فيه، اطباق مزرعه بتبقى موجوده في المعامل عادي جدا، علبه كده بلاستيك ازاز شفافه، وابدا احط فيها وسط اجار يكون يقدر يغذي البكتيريا دي. انا شوف هاكل البكتيريا يا جماعه عشان خاطر انا يعني رمضان بقى والثواب بقى يا جماعه. بص كده معايا،
فنلاقي ان احنا حطينا البكتيريات بالمنظر ده، تمام، بنحطها بعينات كده، ادي البكتيريات، وبعد كده متغذى جوه الوسط فتغذت. عايز بقى المزرعه دي فكرتها كده، فكرتها ايه؟ عايز اشوف انهي افضل نوع انتيبيوتيك يقضي على هذا نوع البكتيريا. ويا جماعه كل مجموعه بكتيريات بتبقى سنسيتيف، حساسه لنوع معين من الانتيبيوتكس هو اللي يموتها على طول، فانا عايز اعرف ده عشان اخلص من الانفكشن. فابدا اجيب ايه؟ اجيب كذا نوع متوقع ان بيقدر يشتغل في الجرام نيجاتيف باسيلاي. والجرام نيجاتيف دول كتار، عايز نوع مخصص ليهم هم، يعني للنوع اللي عند الراجل ده. اعمل ايه؟ اجيب كذا انتيبيوتيك بيشتغل على الجرام نيجاتيف باسيلاي، واحط انتيبيوتيك مره هنا، ونوع تاني احطه على البكتيريا دي، ونوع تالت احطه على البكتيريا دي، ونوع رابع احطه على البكتيريا دي، ونوع خامس، نوع عاشر، نوع 20 على البكتيريا دي. اصبح كل بكتيريا حطيت عليها نوع معين من الانتيبيوتيك، وابدا اسيبها. وبعد كده ابدا ابص الحته الاقي فيها البكتيريا ماتت معايا كده، فالبكتيريا لما تموت الاقي الحته دي كبرت كده، معنى كده الانتيبيوتيك ده قوي جدا قدر يموتها. طب موت ما قدرش يموتها كلها قوي يعني، فنلاقي الحته صغرت شويه. طب لو لقيت الحته زي ما هي ما حصلش فيها تغيير، يبقى الانتيبيوتيك ده ما قدرش ايه؟ ما قدرش يموتها. فانا ببقى حاطط الانتيبيوتيك برقم، الانتيبيوتيك برقم، واشوف بقى مين الارقام اللي ماتت، يبقى انا هات الانتيبيوتيك ده خلاص، ومين الارقام اللي ماتتش خالص، يبقى الراجل ده البكتيريا دي مستحيل تموت بالنوع ده من الانتيبيوتيك. وده بنستفاد بيه بحاجه اسمها الانتيبيوتيك الانتيبيوتيك بكتيريا ريزيستنس، يعني البكتيريات المقاومه للانتيبيوتيك واللي ما بتموتش بيه، فاقدر اعرفها من مين من هذه الكالتشر. طيب الكالتشر او المزرعه دي بتقعد تقريبا يومين ثلاثه على ما بتظهر. العيان دلوقتي جاي لي اصلا جنبي وحالان في البول والهيصه دي كلها، اقول له بقى اعمل مزرعه واستنى ثلاث ايام ما تمشيش على اي علاج واستحمل الالم لحد ما تجيب لي المزرعه؟ لا، مش حاجه يعني، خليك حنون، خليك دكتور، بي هيومن وذ ذا بيشنت. فاعمل ايه يا دكتور؟ ممكن بعد ما يعمل المزرعه، بعد مش قبل، بعد ما يعمل المزرعه تمشيها على السبروفور لحد ما المزرعه تطلع. لو انا ممكن اكون حاطط من ضمن الانتيبيوتيك المستخدم في المزرعه سبروفور، لو لقيت من ضمن الانتيبيوتيك المتاح استخدامها والحلوه جدا في مهاجمه هذه البكتيريا سبروفور، اكمل بعد المزرعه. طب لو لقيت في المزرعه ان في حاجه احلى من السبروفور بتموت البكتيريا، اوقف السبروفور وادي النوع الثاني الانتيبيوتيك، بس ما ياخدش الانتيبيوتيك قبل ما ايه؟ قبل ما يعمل مزرعه. ما ياخدش انتيبيوتيك دلوقتي يموت لي البكتيريا ويحمل مزرعه ما يلاقيش فيها حاجه، مش منطقي خلاص. فالانتيبيوتيك ده ممكن يتاخد بعد ما يعمل مزرعه، راح عملها دلوقتي ياخد بعدها بقى العلاج ايه؟ عادي، لحد ما تطلع المزرعه وابدا اشوف النتيجه بتاعتها توصلني لحد فين. ده كده تاني حاجه ببص عليها اللي هي البصلز او الايه او الهاي او الوايت بيسيز. عظيم قوي. والنورمال بتاعه بيبقى من صفر لايه؟ من صفر لخمسه. ببص على اكتر من خمسه واكتر من 100. تعال نبص بقى على بقيه الحاجات. بص يا سيدي، تالت حاجه الابيثيليال سيلز اللي الخلايا الطلعيه ممكن تبقى موجوده جوه، ما تهمنيش، مش عايز ابص عليها ولا بتلزمني. من قلت لك الدكتور بينشن على حاجات معينه، انا لحد دلوقتي نشنت على حاجتين دول اللي هموني، كريستلز وتاني حاجه البصل. دول اهم حاجه في الايه؟ في اليورين اناليسيس. الاوفا، الاوفا دي اللي هي جمع اوفم، بويضات. بويضات هو وانا في ميل يا دكتور ولا البويضات بتنزل في البول؟ ايه الكلام ده؟ لا يا بابا مش اقصد كده، اقصد بويضات الديدان اللي ممكن تبقى موجوده عندك، صح؟ عشان عندنا مثلا بالهرزيزس بالهرسيا دي بتبقى بتدي بيض، البيض ده ممكن ينزل مع البول. فهبدا اشرح البيض ان شاء الله مع وانا بشرح الستول اناليسيس، تحليل البراز. طيب في بقى حاجه اسمها كاستس واربسيز، خليك علم عليهم علامه كده، تمام؟ الكاستس والاربسيز دول كل واحده تلاقيها في ايتم لوحدها، كاستس واربسيز لوحدها، وتلاقي برضو بير اتش بي اف هاي باور فيلد. لو اليد دي فيها مشكله، البصلز لما بتبقى اكتر من خمسه بتعمل لي مشاكل في الكاستس والاربسيز، يعني بتبوظ قيمتهم، فما ببصش عليه وما يهمنيش. يعني لو اليد دي بايظه ما ببصش على دي، فاكس. طب لو اليد دي طبيعيه ودول بقى فيهم اباف النورمال، والنورمال بيبقى مكتوب عندك مش لازم تحفظه، لو اليد ار بي سي اباف النورمال اعرف ان هو مثلا كان عنده حصو املاح ونزل في قناه مجرى البول وعور له القناه، فنزل الدم مع الايه؟ مع البول، فتلاقي فيها ار بي سيز، ممكن يحصل الكلام ده. الكاستس بقى بتبقى عباره عن ايه؟ الكاست ده بقى عباره عن حاجات كده، اشكال اسطوانيه الشكل الصغيره طبعا جدا، اسطوانيه الشكل واخده شكل انبوبه النفرون. يعني انا لو قلت لك ان شكل النفرون اللي في الكدني كده اللي هو بومانز كابسول او محفظه بومان، وبعد كده البروكسيمال كونفوليوتد تبيول، وبعد كده اللوب اوف هنلي، وبعد كده الديستال كونفوليوتد تبيول، وبعد كده الكوليكتنج داكت، مش ده النفرون اهو؟ عظيم قوي. قال لك بص، الكاست بقى ممكن يبقى واخد شكل تيوب من التيوبس دي،
هنا المفروض ان احنا عندنا ده الجلوميرولار كابيلاريز وهنا الافرنت ارتريول وهنا الافرنت ارتريول. بص يا سيدي، قال لك لو ليت كاستس مع باسلز موجوده ما يهمكش، طب لو ليت كاست من غير باسلز خاف على النفرون، لان ساعتها يبقى في مشاكل في النفرونات، والنفرونات هي وحده وظيفيه للكليه، فلازم تخاف على الكليه فتطمن عليها. يعني اعمل ايه؟ اعمل تحليل وظائف كلى اللي هو بنشوف اليوريا والكرياتينين بتاعهم. طيب انما لو لقيتهم عاليين عن الطبيعي بس معاهم باسلز، يبقى باسلز هي اللي مبوظاهم. امتى ابص لهم واهتم بيهم؟ لو الباسلز نورمال. طيب بس الغالب باسلز هي تبقى مبوظاهم يعني. تاني حاجة بص على يوروبيلينجين والبيلروبين. يوروبيلينجين نعرف ان شاء الله قصته في شرح، احنا نشرح في الجزء بتاع الجي اي تي والليفر والصفرة والجونز والكلام ده، ما يهمنيش ما ببصتش عليه خلاص. طيب تاني حاجة البيلروبين، شوف نسبة البيلروبين نازلة في البول كبيرة ولا لا. لو كبيرة ابدأ اطلب بيلروبين في الدم عشان ممكن يكون عنده صفرة معايا، يبقى ده لو كبيرة هنطلب بيلروبين في الدم، وبيبقى في البول برضو دي سكة اكسكريشن كده، يبقى نحكيها ان شاء الله مش موضوعنا النهاردة. تعال بقى نشوف الاسيتون. تسمع حاجه الاسيتون؟ اه البنات تقول لك ايه الدكتور ده اللي بنشيل بيه المانيكير من على الضوافر. يا لهوي عليا مانيكير بس يا جماعه. الاسيتون ده المفروض تسمع كده عينين السكر لما بيعلى قوي السكر عليهم قوي قوي قوي، يعني يقول لك شوف ريحه الاسيتون في البول، شميت ريحه الاسيتون في البول. الاسيتون ده بنلاقيه كتير جدا في عينات البول بتاع الناس اللي داخلين في غيبوبه السكر او محجوزين في الاي سي يو في العنايه، تمام؟ دي بنتابع بيها عيان السكر لما بيتحجز معانا. بعد كده ايه تاني غير الاسيتون؟ الشوجر. هو نورمالي بيبقى موجود سكر في البول؟ لا. طيب لو لقيت سكر في البول اقول له انت كده عندك سكر؟ مش لا لا طبعا يا جماعه. اعمل ايه بقى؟ بص لو انت لقيت سكر في البول مش بالضروري يكون عنده سكر، عايز اتاكد اذا كان عنده سكر ولا لا، فاقول له يبقى عايز تحليل سكر في الدم. يبقى انا لو لقيت سكر في البول ما اقولوش على طول انت عندك سكر، ممكن ما يكونش عنده، فاتاكد ان انا اطلب تحليل سكر ايه في الدم. سكر في الدم بيبدا يعمل له تحليل اللي هو صايم بقى وفطر وعشوائي والتو اور بوست براند اللي كلام احنا ايه عارفينه ده. طيب ايه تاني؟ الالبومين. الالبومين ده المفروض الطبيعي ما بينزلش في البول. طيب هو المفروض اللي موجود فين؟ موجود هنا، ده الالبومين خلاص، ده البومين، ده البومين. الالبومين ده بيبقى شكله سيجار شيب، والمفروض ان هنا في بولز ثقوب كده صغيره، هو ما بيعرفش يغذي من الثقوب. ما هو لو الثقب مثلا كده اهو، وانا ده دلوقتي الالبومين يا جماعه عايز انا بس لكم حاجه حلوه خالص، شيل الاقلام ده، الالبومين سيجار شيب بالمنظر ده، ودي الفتحه اللي هي بتادي من الدم وينزل في النفرون خلاص. طيب لو هو نازل كده ما يعرفش يعدي لان حجمه كبير، انما لو هو نزل كده ها يسقط في البول. طيب فرصه انه يسقط بالمنظر ده ضعيفه جدا، عشان كده لو لقيت قلبي بتلاقي بنسبه صغيره جدا. طب لو لقيت قلبي بنسبه كبيره يبقى المصفى اللي هي موجوده هنا بدات ترشح بالعبيط كتير جدا، فلما ترشح كتير قوي المصفى دي الاقي القلب من يعلى في البول، ساعتها بقول للعيان ده انت عندك زلال في البول، فخاف بقى على الكليه يكون حصل فيها اي مشكله فاطلب منه تحليل وظائف كده. طيب عظيم. بعد كده السبيسيفيك جرافيتي، الكثافه النوعيه بتاعت البول تتراوح من 1015 الى 1025، دي الكثافه النوعيه. طيب لو انا لقيتها بقى في الخلال الرينج ده ما تبصش عليه خلاص ماشي هندقق عليها، لو لقيتها بقى نازله 1010 وثابته مع كل تحليل بول وانا بتابع العيان خاف على العيان ده اطلب له وظايف كده خلاص كده. ده بالنسبه للحاجات دي. في بقى ثلاث حاجات هتلاقيهم في الاول خالص، الرياكشن والكلر والفوليوم، ولا تبص عليهم. يبقى انا ازاي بتعامل مع ورقه تحليل البول؟ كل اللي بعمله الاتي، اول حاجه باجي بص على الكريستلز او باسم تاني الامورفس واشوف هي انهي نوع من الثلاثه، وبعد كده ابدا اتعامل مع كل نوع زي ما قلنا. اتنين ابص على البصلز او الواي بي سيز، تمام؟ طيب رقم ثلاثه ابص بقى على الحاجات اللي ممكن تبوظها البصلز اللي هم الاثنين دول الكاسس والار بي سيز، باقي الحاجات دي ما تهمنيش قوي ان انا ادقق فيها، فاهم قصدي؟ طيب لو انا لقيت بقى الاملاح نورمال والبصلز نورمال مش لازم تكمل قوي في الايه في الباقي، لو انت شايف العيان ستيبل قدامك كويس جدا. الحاجات دي تبص عليها سريعا لو انت عايز، وانا قلت لك ان كل واحده بتستفاد منها ايه، ولكن لما تلاقي الدكتور كده بتاع بطنه بيبدا يفر الورقه على طول اعرف ان هو ايه يعني لحق يقراها ما لحقش يقراها كلها على حاجه، وابص على الحاجات اللي ايه اللي تهمه قوي اللي هو الاملاح الكريستلز والبصلز.
لو بقى في حاجه تدعي ان انا ابص على البايو كيما فيش يبقى خلاص. ده بالنسبه لي اليورين اناليسيس. جه بقى وقت المفاجاه بتاعتنا رقم 2. يعني احنا مش مفاجاه في الحلقه دي بس، يعني احنا عملنا مفاجاه الحلقه اللي فاتت لو تفتكروا كده، بتاع الحقن وسحب العينات وكان في جايزه 100 جنيه. المره دي ان شاء الله برضو في مسابقه عشان خاطر نتدرب على الحاجات اللي احنا اتعلمناها النهارده، وهيبقى برضو عليها جايزه. الجايزه برضو هتبقى حاجه كويسه جدا باذن الله. طبيعه المسابقه انك هعرض لك كذا يورين اناليسز ريبورت، كذا ريبورت كده، وتبدا تقول لي العيان ده عنده ايه واقدر اعالجه ازاي، وتعمل لي فول كومنت عليه، بحيث ان افضل اجابه هنا بقى مفيش حته الفوتنج دي خالص، هيبقى فيه شروط تانية موجوده، ولكن هيبقى فيه جزء من تقييم الاجابه. الاجابه هتتبعت لي على الخاص، وفي الاخر في الاخر خالص بعد ما كله ينزل الاجابات وعدي الديدلاين خلاص، هبدا انزل انا الاجابات ونبدا نشوف المقارنه ما بين الناس. ولكن اللي هيبعت لي على طول مش هنزل اجابته عشان خاطر مفيش حد يبص على اجابه التاني فيغش منه فيبدا يعدل عليه. اتفقنا كده؟ يبقى المسابقه كالاتي، ان انا هنزل كذا ريبورت، الريبورت ده انت تعملي فول كومنت عليه وايه الحاجات اللي ادي دي العيان او اتصرف معاه ازاي بناء على الحاجات اللي انا قلتها النهارده. مش هيبقى ريبورت واحد، هيبقى كذا واحد، وافضل اجابه مع جزء من الفوتنج، يعني هيبقى فيه تقييم على درجه من الفوتنج وتقييم اكبر بقى على درجه من الاجابه بتاعتك النموذجيه اللي تفهمني انك استفدت من الحلقه دي او لا. اوكي، لو انت استفدت من الحلقه ما تنساش تعملي لايك وسبسكرايب عشان ده بيدعمني، وسبسكرايب عشان انت لو مشتركش في القناه لحد دلوقتي اشترك عشان الفيديوهات اللي جايه تبقى حلوه جدا فتوصلك على طول. ولو انت استفدت وعايز غيرك يستفيد ممكن تعمل شير للفيديو ده، وان شاء الله نتقابل في حلقات جايه جديده ممتعه جدا باذن الله، نتعلم فيها حاجات مهمه للغايه. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.